احنا دلوقتي في قلب ملعب مختار التتش، وصلنا نهائيات مسابقه الجولدن كيك اللي عملتها شال هيليكس راعي النادي الاهلي. ودلوقتي جينا للتحدي النهائي، والمطلوب من كل واحد من المتسابقين انه يعدي بالكوره من ما بين صف الاقماع واخر قمعين اللي موجودين تقريبا عند منتصف الملعب، لازم يجيب من ما بينهم جون. ودلوقتي الكل جاهز للتحدي، جاهز؟ وبيعدي من قمع وبيعدي من التاني، شوف المهاره شوف الحلاوه، يا سلام يا اسلام، من زمان من زمان بيحصل لعبكه كده وبيقف بين القمعين وبيشوط. اهو يا خبر ابيض يا نزار، يا خبر ابيض. يا سلام يا مجدي، والله العظيم احتمال تيجي جون، احتمال تيجي جون، احتمال تيجي جون، يا خبر يا مجدي. كورنر بالظبط داخل مايكل اهو، يا سلام يا مايكل، ايه الحلاوه. اوه فاول، جاهز يا نهار ابيض، يا ابيض، يا نهار ابيض، يخرب عقلك، يخرب عقلك للصبح يا ابني. أقول شيل هيليكس، متشكرين جدا شيل، بحبك زي أمي بالظبط.